بتوازين هذا الحادث، وبقول طبعا احنا الوحده الوطنيه بتقوى اكتر من بهذا كل الحاجات دي. احنا بنتعاطف، شعب مصر كله بيدين بيتعاطف وبيعزي الاخوه الاقباط، واحنا كلنا طبعا مصريين سواء مسلمين او اقباط، وطبعا بالدين ده نستنكر اللي حصل، وان طبعا احنا لازم اقصى عقوبه يعني قتل، يعني عقوبه بقى رميه بالرصاص او ايا كان، يعني الناس لازم تعدم، لازم تجابوا الشرطه، لازم تشد حيلها جامد، واقصى عقوبه يبقوا عبره لمن يعتبر يعني.